السلام عليكم. السلام. السلام ايه؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ يلا شو اهلا وسهلا. بل ايش عندك كرتونه صغيره بس احط فيها الاغراض؟ لا ان شاء الله بتلاقي حياك الله. لغلبك. شوفوا هي هي منيحه الكرتونه. والله هي كويسه بس لو في اكبر شوي في. لا لا ان شاء الله في، ان شاء الله في. تفضل شوي. شوف لي هاي كان هذه منيحه. والله هذه ممتازه 100%. الله يجبر بخاطرك يا رب ويرضى عليك ويخلف عليك. حياك الله. يخلف عليك. حياك الله يا جار. يخلف على الله يا جار. حياك الله. يعني انا مش عارف اقول لك بصراحه، انا بعرف انك انت حكيت الكلمه عن حسن نيه. شوف يا عم هلأ شغله، الواحد بعيش وموت وهو بتعلم، كل يوم بتعلم، ومش غلط الواحد يتعلم من الصغير والكبير. ما انا كنت زمان اغلط زيك. انا ما قلت لك يا عمي يخلف عليك، ان ربنا يعوض عليك، ربنا يخلف عليك بالحلال، ربنا يعوضك خيرها ويعوضك احسن منها. بس يا عمي انت ما تقول لي يعني يخلف على الله. استغفر الله العظيم. انا قول يا عمي بده يخلف على الله. استغفر الله العظيم. ربنا اللي بيخلف على الجميع. هذه الكلمة يا عمي يا جار يا حبيبي، يخلف على الله غلط شائع بين الناس، لازم نتداركه. وأنا بعرف إنه الناس بيحكوا عن حسن نية وبدهم هم يجاوبوا فكرهم إنه يعني يجامل الواحد فيها، بس والله يا عمي هذه كلمة غلط. لذلك إحنا لازم نكون ندير بالنا، ولازم إحنا نعرف شو بنحكي، ونحكي لكل واحد بيغلط ننبهه ونقول له انه شو يخلف على الله. انا بدي يخلف على الله، هذه الكلمه غلط يا عم. ندير بينه كثير كلمات جار ناس بيحكوها غلط، نحافظ عليها. نعم صحيح. بمش ياخذنيش، انا حبيت احكي لك هالمداخله هذه. كل خير. حياك احلى جار. احلى جار. يلا السلام عليكم. مع السلامه. شرفتنا والله. الله يجزيك كل خير.